توماس والكر أرنولد. يعد كتاب الدعوة إلى الإسلام الذي ألفه توماس أرنولد كله شهادة كبرى، وهو من أفضل ما ألف. قال: قد بلغ من تأثير الإسلام في نفوس معظم الذين تحولوا إليه من مسيحيي إسبانيا مبلغاً عظيماً، حتى سحرهم بهذه المدينة الباهرة، واستهوى أفئدتهم بشعره وفلسفته وفنه الذي استولى على عقولهم وبهر خيالهم، كما وجدوا الفروسية العربية الرفيعة مجالاً فسيحاً لإظهار بأسهم، وما تكشفت عنه هذه الفروسية من قصد نبيل وخلق كريم. لا يسعنا إلا الاعتراف بأن تاريخ إسبانيا في ظل الحكم الإسلامي يمتاز ببعده بعداً تاماً عن الاضطهاد الديني، ويظهر أن أخلاق صلاح الدين الأيوبي وحياته التي انطوت على البطولة قد أحدثت في أذهان المسيحيين في عصره تأثيراً سحرياً خاصاً، حتى إن نفراً من الفرسان المسيحيين قد بلغ من قوة جذابهم إليه أن هجروا ديانتهم المسيحية وهجروا قومهم وانضموا إلى المسلمين. لقد كان المونتشو في مالي، وهم أعظم أجناس إفريقيا رقياً، أكثر جميع الزنوج مدنية، وأشدهم ذكاءً وأجدرهم بالاحترام، وأمهرهم في الصناعة وأشهرهم أمانة. كانوا أنشط الدعاة إلى الإسلام الذي انتشر بواسطتهم بين الجماعات المجاورة لهم. وعلى ساحل غينيا تنتشر المؤثرات الإسلامية بوجه خاص على أيدي تجار الحوصة الذين نجدهم في كل المدن التجارية على هذا الساحل، وكلما أنشأوا لهم مقراً أسرعوا إلى بناء مسجد، وأثروا في السكان الوثنيين بمسلكهم القائم على الورع وثقافتهم المتفوقة. وقد دخلت في الإسلام قبائل بأجمعها من عبدة الأوثان دون أن يبذل المسلمون أي جهود خاصة يستوجبها إغواؤهم، نتيجة لاقتدائهم بما يرون أنه حضارة أرقى من حضارتهم. رسالة السلام. رسالة السلام تقدمها رزيق حملاوي بقلم جمال رشدي.